يوم 19 يناير اللي فات من 4 أيام تناولنا الجزء الأول من ملف الضباط المعتقلين في السجن الحرب. لما فتحنا الملف وصلت لنا معلومات مهمة جدا وأكثر خطورة بخصوص عدد كبير من هؤلاء الضباط. هؤلاء الضباط ضباط القوات المسلحة اللي بيتم إهانتهم بشكل لا يمكن تخيله. لكن لفت نظري وإحنا شغالين على هذا الملف، النهاردة وزيرة الهجرة كانت بتعلم أطفال المهجر إزاي يتعلموا يغنوا الأغاني الوطنية للجيش المصري. يلا 1 2 3 ها. إيلو إيه وعريضة دونا وإيلو إيه بالسما حاجة، إيلو إيه وعريضة دونا وإيلو إيه. طالما أنت اللي بديت الأغنية دي قول لي ها يعني مساج أنت عايز تقوله، رسالة أنت عايز تقولها لجنودنا بتوع الصعقة، الجيش بلادي. جيش بلادي يعني جيش عظيم. ها يلا. أنتم خير جنود الأرض. أنتم خير جنود الأرض. هي المقارنة كانت فرض نفسها علينا فرض، وإحنا بنتابع هذا الملف حيث تعذيب خير جنود الأرض. من 6 سنوات تقريبا بدأت معاناة الضباط المعتقلين، ولا هنتكلم عنهم النهاردة بتفاصيل بنزعم أنها خطيرة تعرض لأول مرة. مثلا دور هؤلاء الضباط وتفاعلهم مع ثورة يناير ولماذا يتم التنكيل بيهم وعلاقتهم بأمن الدولة أثناء ثورة يناير 2011. هنتعرف على اسم وتفاصيل عميد الجيش المسؤول عن تعذيب ضباط الجيش في السجن الحربي، سر من الأسرار اللي السيسي بيحاول إخفائها منذ 6 سنوات. مش حد بيتكلم على هؤلاء تماما. وصلت لنا مستندات بالتهم الموجهة ل26 ضابط من القوات المسلحة على سبيل المثال، 26 ضابط وليس الحصر. المستندات دي هنعرض لك أجزاء منها، لكنها كلها سترفع مع الفقرة، هتلاقوها مرفوعة بالكامل على صفحتنا الرسمية وعلى قناة الشرق وفي كل مكان، كل المستندات المتعلقة بتلك القضية الحقيقة المسكوت عنها في مصر. وحقيقة في تحدي واضح لتلك العصابة أن يكذبوا حرف واحد من تلك المستندات أو تلك القصص. دي ورقة على سبيل المثال فيها بعض أسماء ضباط المعتقلين في السجن الحربي واللي بتتم محاكمتهم على يد المدعي العسكري. حكمت محكمة حضوريا بمعاقبة كل من المتهم الأول عميد سابق ياسين عبد الحميد محمد، والمتهم الثاني عميد بالمعاش أسامة سيد أحمد علي، والمتهم الرابع والد رائد بالمعاش أحمد محمد أحمد عبد التواب، والمتهم التاسع رائد سابق محمد حامد محمد حمزة، والمتهم الـ18 نقيب سابق أحمد عبد الغني جابر عبد الغني بالسجن المؤبد نظير ما أسند إليهم بقرار الاتهام، وبمعاقبة كل من المتهم الثالث الرائد سابقا نبيل عمر إبراهيم دياب، والمتهم الخامس عقيد سابقا. العقيد سابقا دي يا جماعة وبتاع سابقا كلها عشان نزعت عنهم الرتب نتيجة الجرائم. تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي، والمتهم السابع رائد سابقا مصطفى محمد سيد مصطفى، والمتهم الثامن رائد سابقا تامر خليفة رجب خليفة، والمتهم العاشر رائد سابقا محمد عبد العزيز سيد سيد، والمتهم الثاني عشر رائد سابق أمجد سمير سعيد عبد المؤمن، والمتهم السادس عشر رائد سابق خالد علي مصطفى علي، المتهم العشرين عقيد عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد الفتاح، 21 مقدم لؤي إمام محمد ياسين، 22 مقدم محمد حسن عبد اللطيف عزمي حكم عليهم بالسجن. بقى هتلاقوه في باقي الورق، احنا بنعرض بس ايه عينات. تلك الاتهامات انت عارف اي نظام حكم مهم زي النظام ده لازم يبقى فيه ناس عايزه تقلب نظام الحكم وفي ناس عايزه تنقلب عليه وفي ناس لازم تقتله، هكذا لازم يكون فيه اكشن. تلك التهم تم اعدادها في 2015، تاريخ مهم جدا وهنعرف مع بعض ليه دلوقتي. من التهم اللي وجهت لهؤلاء الضباط كانت التحدث في امور دينيه في منازلهم، عشان بس تعرف الحكايه. وحيث الثابت للمحكمه مما شهد به المقدم
أحمد فاروق أنديل من قوة المجموعة 75 مخابرات حربية بتحقيقات إدارة المدعي العام العسكري وأمام قضاء الحكم أنه وردت إليه معلومات تفيد بعض قيام بعض الضباط بعقد اجتماعات بصفة مستمرة بمنازلهم تتضمن الحديث بأمور دينية والعياذ بالله والشأن السياسي الداخلي للبلاد والتخطيط بعد اتفاقهم على إحداث انقلاب عسكري على السلطة حاليا للدولة بعد انضمامهم إلى جماعة إرهابية هي الإخوان المسلمين. دي شهادة كل القضية زي ما قلت لك قايمة على شهادة شخص مقدم أحمد فاروق أنديل من قوة المجموعة 75 مخابرات حربية. هيروح من ربنا فين؟ هيروح من ربنا فين؟ هيروح من ربنا فين؟ وكذلك تقديم الدعم اللوجستي المطلوب لتنفيذ عملية الانقلاب. وقد أكدت التحريات التي قام بها ورود معلومات مفادها قيام المتهم 17 الرائد السابق أحمد محمد علي ما عرفش بإيه 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 تهم كانت في 2015. من بين التهم اللي ألصقت بهؤلاء التهم اللي في 2015 مشاركتهم في ثورة يناير. تسأل تقول لي شاركوا فين في ثورة يناير؟ ورق القضية العسكرية قالت من بيوتهم كانوا بيشاركوا في ثورة يناير بس من بيوتهم. ده القضية العسكرية ده الورق ده الورق والاتهامات اللي محبوس بيها هؤلاء وبيعذبوا وأهليهم معمول عليهم كاردون غير طبيعي. والمتهم 21 لؤي والمتهم 20 بتاع كذا وكذا وكانوا يتقبلون بسكن أحدهم ثم انقطعت مقابلتهم وتواصلوا مع بعضهم البعض هاتفيا. وبعد أحداث مؤامرة أو ثورة 25 يناير تواصلوا مرة أخرى بعقد اللقاءات وكان محور حديثهم يتناول الوضع السياسي في البلاد الذي أعقب ثورة 25 يناير واتفقوا جميعا أنه لم يحدث تغيير على إثر تولي المجلس العسكري للسلطة ولا بد من القيام لا بلا 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 الإخوان وربع. كما أضاف أنه في خلال أنه سكن المتهم 25 متقاعد محمد صلاح تعرف على المتهم الأول عميد طبيب سابق والذي أطلق على هذه المجموعة مسمى آخر بأن هذا الأخير منتمي لجماعة الإخوان وعلى صلة قوية بقيادتها وأن المتهم 25 مقام بمعاش محمد سأتحدث معه عن تنظيم داعش وأرسل لي لينك للتعرف عليهم وأن هذا الأخير المتهم كانوا ضمن المعتصمين بميدان رابعة. عشان تعرف أن الموضوع كله في شنك عشان تعرف ان الموضوع كله في شنك في 2011 السيسي كان مدير المخابرات الحربية وبعد ثورة يناير بأيام قليلة السيسي عين ضابط من دول ضمن طاقم حراسته أثناء ما كان وزير للدفاع. ركز معايا السيسي لما قامت الثورة كان مدير المخابرات الحربية واحد من هؤلاء اللي محبوسين المفروض انه كل البيانات دي انت شايف التقارير دي تقارير انه عملوا كده في يناير وفي 2012 2013 وانضموا الاخوان. السيسي بقى عين ضابط من دول واحد من هؤلاء المتهمين بتهمة الانقلاب على الحكم ضمن طاقم حراسته اثناء لما كان وزيرا للدفاع. شارك في القبض اللي بيفرموا المستندات في امن دولة اكتوبر حرية لاحمد جبر. بعد فترة التحق بالتحريات العسكرية واخد دورات تدريبية كتير وتفوق ونجح فيها عشان يطور من نفسه وربنا كرمه وكان دايما الاول وبيترقى. شارك في كثير من الحملات اللي كان بيقوم بها الجيش مع الداخلية للهجوم والقبض على المجرمين والارهابيين. التحق بحرس وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وقت حكم الاخوان. يعني تقارير المخابرات الحربية عشان بقولك ان كل حاجة متلفقة بعدين بأثر رجعي تقارير المخابرات الحربية اللي كان السيسي تحت ايد السيسي كلها لم تذكر الرجل بسوء وبناء عليه تم اختياره في مكان شديد الحساسية وهو حراسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وقت ما كان المجرمين الاخوان والعزو بالله بيحكموا وكان السيسي خايف على نفسه للاخوان يقتلوه. طبعا قالك احنا مش حطينا روحنا على كفنا ومع ذلك كان في حراسته. لكن بعد الانقلاب ثبت والعياذ بالله انه كان خاين وعميل. القضاء العسكري قال لك دول وجهة للضباط المعتقلين على ذمة القضية ثلاثة عسكريا وشاركوا في رابعة 2013 بس ما اتقبضش عليهم لا في أحداث رابعة 2013 ولا حتى في 2014 اتقبض عليهم في 2015. يعني ها تقارير بتقول ان دول مجرمين مستمرين واجتماعات وكانوا بيروحوا رابعة اتقبض عليهم في 2015 محدش عارف عنهم حاجة إلا في 2015 فجأة عرفوا في 2015 ثورة يناير. وبعد أحداث ثورة يناير تواصلوا مرة أخرى الجزء اللي وريته لك
التهم تتوزع بالمقاس. احنا عندنا شلة تهم كده، نحط ده شوية وده شوية وشوية، تبع جماعة الإخوة الإرهابية. حتى ضباط الجيش قال لك، حتى ضباط الجيش ليه والإخوان عينوا. بس أنا عايز أرجع لحاجة، الإخوان عينوا حد في الجيش في السنة اللي هم فيها؟ لا ما عينوش. طب حتى لو عينوا، مش عينوا يعني دخلوا حد الكلية العسكرية، ما هم عينوه ازاي؟ ده يلحق ياخد ايه؟ يلحق يروح تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي قبل ما الإخوان يمشوا؟ مبدئيا الإخوان ما عينوش أي حد، وكانت الدولة مفتحة عينيها قد كده عشان الإخوان ما يتسللوش. تمام صح؟ صح صح والصح. طيب يعني دول من قبل كده، ده عقيد وده رائد وده مقدم، يعني بقالهم أقل واحد بقاله 10 سنين صح؟ إنما كانوا في الإخوان وضحكين علينا ومش قايل لنا اللي أنت بتعمل مراجعات أمنية كل شهر، كل شهر، وكل واحد بيبلغ عن زمايله وليلة طين حضرتك، إنما طلعوا تبع جماعة الإخوان الإرهابية. لا محل لا يرتب البطلان إلا عدم السماح بغير ما أما بشأن الدفع الذي قوامه عدم تكليف النيابة موافاتنا بالتاريخ الذي اعتبرت فيه جماعة الإخوان جماعة إرهابية، فإن المحكمة وإن كانت تأكد من تلك الجماعة بحكم كونها جماعة إرهابية محظورة وكان قد سبق وانضم إليها هؤلاء المتهمين سواء ذلك قبل الحكم بحظرها أو بعده، فإنه وهم في الإنشاء التهم معرفش إيه وبتاع كده القصة. هو بيقولك يعني إيه مش فارقة دول إن هم كانوا انضموا قبل ما تكون جماعة إرهابية أو بعد انضمهم جماعة اعتبرها جماعة إرهابية. طبعا الحكاية الناس دي قديمة جدا، الناس دي قديمة جدا، أصغر واحد مفيش حد فيهم، أصغر واحد فيهم رائد، أصغر واحد فيهم رائد. كل التحريات اللي بتتعمل كل تلك السنوات لم تثبت وثبت دروحهم في الانقلاب سنة 2015 بشهادة شاهد، كل القضايا بشهادة شاهد واحد المقدم أو من على شاكلته. هستعرض معاكم باقي أسرار القضية 3 عسكرية وتعذيب الضباط المعتقلين في السجن الحربي، لكن خلونا نتعرف على هؤلاء الضباط اللي لا يذكروا بكل تأكيد لا في وسائل إعلام ولا ده مش مسمح لهم أهاليهم يعملوا عزاء عام ولا حد يزور حد، ومترقبة تليفوناتهم وبيوتهم وسياراتهم وجامعاتهم وكلياتهم وعيالهم وعيال عيالهم. ها ها لله، يعني عرفوا الناس دي لله، عرفوا ان البلد مليئة بالشرفاء. الرائد تامر خليفة واحد من اكفأ ضباط الحرب الالكترونية في الجيش المصري. تعال نشوف، مش معانا انفوجراف ليه، تعالوا نشوف الرائد تامر خليفة. رائد تامر خليفة رجب، مواليد 9 من نوفمبر 1983 بالجيزة، الرقم القومي 28311092101992، الرقم العسكري 124439، رقم الأقدمية 40695. يعد من أحد أكفأ ضباط الحرب الإلكترونية المتميزين، عمل ضابطا بالقوات البرية ثم رئيسا لسلاح الحرب الإلكترونية بالمنطقة المركزية الوحدة، رئيس عمليات لواء 1 الفوج 703 حرب إلكترونية. اعتقل بتاريخ 12 مايو 2015، حكم عليه بالسجن 15 سنة، يجيد اللغة الإنجليزية. معلش يا جماعة، احنا بنجيب الرقم القومي وبنجيب التفاصيل دي الصغيرة عشان بس يبقى الموضوع واضح للمعنيين وللبسطاء ان كل تلك المعلومات دقيقة. وتاني بأكد على حضراتكم الجملة اللي الناس بتتضايق منها، نحن لا نذكر كل الحقيقة لكن بنزعم أن ما نذكره هو الحقيقة. رائد مهندس أحمد عبد التواب واحد من الضباط المعتقلين واللي بيعذبوا في السجن الحربي. رائد مهندس أحمد محمد أحمد عبد التواب، مواليد 11 من يوليو 1984 بالجيزة، الرقم القومي 28407112104052، الرقم العسكري 129303،
رقم الأقدمية 40387، الدفعة 43 فنية عسكرية، حاصل على الماجستير في الهندسة العسكرية أحد ضباط سلاح الحرب الإلكترونية. البعثات الخارجية جنوب إفريقيا. تاريخ الاعتقال 26 إبريل 2015. حكم عليه بالسجن المؤبد. كل هؤلاء يا جماعة سجلهم أبيض من الصيني بعد غسيله، مش بس أبيض ده مليء بالنياشين وخطابات اللي هو النجاحات والتقدم والتفوق وبتاع كلهم، واختاروا كل الدورات واختاروا كل واجتازوا كل الاختبارات، والأهم إنه خضعوا لعشرات الكشوف الأمنية اللي كلها لم تكتشف أي شيء ألا بعد انقلاب يوليو 2013. واحد من هؤلاء المقدم مهندس محمد حسن عبد اللطيف عزمي سلاح الحرب الإلكترونية، واحد من المعتقلين في السجن الحربي والذي يتم التنكيل به. مقدم مهندس محمد حسن عبد اللطيف عزمي، الدفعة 35 فنية عسكرية، الرقم القومي 275-1216-1702-059، الرقم العسكري 109-529، رقم الأقدمية 35487 مكرر. القوات البرية، المنطقة المركزية، السلاح الحرب الإلكترونية. يجيد الإنجليزية تحدثاً وكتاب. الوحدة قائد ورشة الصناعات العامة، الورشة المتوسطة، حرب إلكترونية. مواليد 16 ديسمبر 1975 بالمنوفية. بعثات خارجية، أمريكا، روسيا، الصين. تاريخ الاعتقال 28 إبريل 2015، وهو الآن سجين بالسجن الحربي المصري. هرجع لك بس للتهم الفشنك اللي وجهها السيسي والمدعي العام العسكري للضباط المعتقلين في السجن الحربي، واللي بلا أي دلائل ولا مستندات ولا قرائن، شاهد واحد في كل قضية. قال لك الإخوان استعانوا بهؤلاء الضباط عشان يعودوا للحكم، ضمن التهم يعني التي وجهت ليهم. كل أوراق القضية هتلاقوها على الإنترنت، هتلاقوها بالتفاصيل المملة. السيسي عمل انقلاب مقابل مليارات عشان يحقق حلمه. دول عملوا الانقلاب، كانوا يعملوا الانقلاب مقابل إيه؟ المدعي العام العسكري في القضية ثلاثة عسكرية، قال لك الضباط المعتقلين كانوا هيعملوا الانقلاب مقابل 150 مليون جنيه، بس الإخوان فصلوا في المبلغ. والله العظيم أنا بقول لك قراءة تفاصيل القضية أفظع من أي حاجة أنا هقولها لك. أما أن تحرياته كلها تحريات، بص حضرتك جريمة، هؤلاء واخدين مؤبدات و15 سنة و20 سنة بناء على تحريات، مفيش واحد عليه قرينة واحدة، ممسوك بتهمة الخيانة. وبناء على التحريات أن التكلفة المالية لتنفيذ ذلك الانقلاب 150 مليون جنيه تم طلبها من المتهم 27 محمد عبد الرحمن لتوفيرها، إلا أنه قرر عدم وجود هذا المبلغ معه وتقليله نظرا للظروف التي تمر بها جماعة الإخوان الإرهابية، ووافق على ما طلبوه منه بعد تخفيض المبلغ. كام المبلغ؟ طب ناس قبض، يعني قبضوا كام؟ 100 مليون؟ 120 مليون؟ ما لقيتوش معهم 30 مليون في البيت؟ 10 مليون؟ كل واحد 5 مليون؟ مثلا؟ وهي اللي قريب يتم بالمبالغ التافهة دي؟ ده الإخوان في الانتخابات صرفوا أكتر من مليار، ولا ده الأجهزة مش عارفاه؟ قال لك 150 مليون كانوا قالوا لهم هنعمل
هنبيعكم دول خير جنود الارض. قال لك اه كانوا يشترون 150 بس فصلوا في المبلغ. عصابه انشاها الصهيوني عشان الضباط يشتغلوا جواسيس على بعض. هوريكم دلوقتي جمله كتبتها وقالتها النيابه العسكريه في القضيه 3 عسكريه. الجمله دي قالت لك مش مهم الادله طالما الضباط دول موافقين على التهم التي وجهت اليهم. الادله ملهاش لازمه يا جماعه، القانون العسكري بيقول كده. ولم تعول على ما اطلي بها على بل طرحتها جانبا واكتفت بما اقروا به امام النيابه العسكريه. اكتفت بما اقروا به امام النيابه العسكريه اللي هو كل واحد اتعذب عذاب عشان يطلع يقول الجملتين. بتاع اصلا القضاء العسكري ده شيء يعني هقول لك ايه. المهم قال لك اكتفت ما اقروا به في النيابه العسكريه فضلا على اقرار من اقر منهم في حضور دفاعه واقراره بما اقترفه. جاءت اوراق الدعوه خلو مما يعيبه فضلا عن اقرار من اقر منهم في حضور دفاعه والاقرار بما اقترفه. اما بشان ما اثير من دفع كان قوامه عدم ضبط اي ادوات. ركز معايا بالله عليك الجمل دي تخلص الحكايه. اما بشان ما اثير من دفع يعني المحامين كانوا بيدافعوا عنهم يقولوا لهم يا جماعه ما فيش ضبط اي ادوات او اسلحه او مهمات او مبالغ او عدم وجود تسجيلات صوتيه او مرئيه تفيد. شوف متخيل القضيه اللي الناس دي بقى لهم فيها 6 سنين. المحكمه بترد أو النيابة العسكرية بترد بتقول لك المحامين بيقولوا إن مفيش أدوات أو أسلحة أو مهمات أو مبالغ أو تسجيلات صوتية أو مرئية تفيد اتصال المتهمين بالواقع أو اتصالهم بقيادة الإخوان، فأن القانون ونعم القانون فأن القانون لم يشترط ضبط أدوات أو أسلحة أو مبالغ مالية حتى تقوم تلك الجرائم، ولم يكن ذلك ركنا من أركانها، وإذ إن المحكمة اطمأنت كان نفسي محتاج جملة ضميرها، اطمأن ضميرها إلى ضلوع هؤلاء في الجريمة، ده كفاية. ده كفاية إن أنا أدمر حياة هؤلاء وأسرهم وناسهم، كل ده كفاية. مش مهم أي أدلة. مش مهم أي تسجيلات، مش مهم أي أدوات، مش مهم أي مبالغ، مش مهم أي فيديوهات، كل ده مش مهم. مش مهم كل ده، ده أنا بقول لك تحدي قائما ان حد يكذب. وارجوكم رجاء حقيقي لا تذهبوا بنا لابعد من ذلك. برجوكم محدش يلعب لعبة التكذيب واللف والدوران في وضوح اكتر من كده. ليه؟ عشان في ليفل الوحش. بس خسائره هتكون عميقة على الجميع للأسف. تقولي ليه ما بتلعبش لعبة الوحش ليفل الوحش؟ ضميري وخوفي على ناس كتير. محكمة قالت لك حكمنا وقلب حكمنا حكمنا وقلبنا مطمئن اطمأننا. غرض إجرام ومرتبطين ببعضهم ارتضاها لا يقبل التجزئة. اطمأنت واطمأن وجدانها على نحو قاطع والجزء الباقين توافر اركان الاتهام الثاني بتاع ده كذا 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 رغم عدم وجود اي دلائل، لكن ضمير المحكمه يا اخي اطمأن. فيش دليل واحد. الدنيا كلها المبدا فيها البينه على من ادعى. يا عم انت مجرم اثبت. مش محتاج اثبت، حضرتك ما معكش ولا مستندات ولا دلائل ولا ورق ولا فلوس ولا تسجيلات. كل ده بيحصل طيله تلك السنوات هذا التنظيم الارهابي. ما عندكش دلائل. قال لك لا يا قال له انت جبت عرفت ده منين؟ قال له ضميري يا ادهم ضميري يقيني. المحكمه العسكريه لا المحكمه العسكريه واحنا نقترب محكمه عسكريه وجدانها كان مطمئنا وهي تدمر وتسحق مستقبل هؤلاء الشباب. مطمئنه وتسحق هؤلاء الشباب عادي جدا وعائلتهم وعيالهم وامهاتهم وابهاتهم واصحابهم وتشوه صورتهم ويعيشوا في رعب ربك وحده العالم به طيلة تلك السنوات بدون أي دليل ولا قرينة. كما ثبت في يقين المحكمة واطمأن وجدان على نحو القطع والجزم واليقين توافر أركان الاتهام الرابع المسند في حق هؤلاء المتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين
وثبوته في حقهم ركنا ودليلا من ذلك من واقع ما سبق ذكره من أدلة. من إيه؟ من أدلة؟ لا مش ممكن تكون أدلة من تنفي الأدلة. تساندت بعضهم إلى بعض فسدتهم لدائرة الاتهام، وأكدت أنهم انضموا إلى إحدى الجماعات التي سدت على قانون، عاملين بصفتها المخالفة لأحكام القانون، واستمروا في انضمامهم لها بعد درجها بالصفة سالفة البيان، متواجدين بين أفرادها عالمين بمبادئها رافعين أغراضهم فوق أعناقهم، إلا وهي دعوتها إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة. أنا عايز أقول لك إن اللي كانوا بيعملوا انقلاب دي في السنة اللي حكم فيها الإخوان كانوا بيراقبوا تحت البلاط، أصول الجمهورية متراقبة، مقرات الإخوان متراقبة، بيوت كل بتوع الثورة اللي ارجع للصندوق الاسود اللي كان متعب بحيم اللي هربان في فرنسا عشان بيتعالج مش قادر يرجع مصر، ها قال لك عشان بس الطيارات واقفه ارجع للصندوق الاسود، كل حاجه كانت متسجله ومتراقبه وطلعوا عشرات المكالمات وكل حاجه، مفيش دليل واحد اتمسك. انت مراقب كل الناس مش هتراقب الضباط؟ طب مفيش قاعده من الاعداد دي اللي بقالهم بيها سنوات اللي انت متاكد عليها معاهم دليل؟ ايه يا جماعه هي قضية اغتيال كينيدي؟ لا مفيش ولا دليل، مفيش ولا دليل ولا دليل. اضحكك لسه قصة قبل مبارك يسقط، فأمن الدولة بتحط ميكروفونات، حتى ميكروفونات في كل الحتت وبتاعه كده، ومن ضمنها أماكن بتاعت مقرات للإخوان. فالمهم حصل حاجة كده خلت الناس تتنبأ ان في تنصت، فجابوا حد، بدأت الحكاية بحد واحد ملوش دعوة بالإخوان، المهم القصة كبرت التفاصيل يعني. المهم فالمقر ده فعرفوا ان هم ان فيها تسجيلات بيتسجل لهم وكده، فالإخوان جابوا حد يشيل التسجيلات دي، اللي بقولك ده يقيني مش على سبيل الدعابة. فأمن الدولة كلم الإخوان قال لهم يا جماعة انتوا شلتوا ليه التسجيلات؟ شلتوا ليه الميكروفونات؟ هو انتوا هتعملوا حاجه لا سمح الله؟ تعملوا حاجه غلط؟ في انتوا بتجهزوا الحاجه؟ قال لهم لا والله انا بكلمك على حديث حقيقي ليس فيه اي افتئات لا على دول ولا على دول. قال لهم يا جماعه انتوا بتجهزوا الحاجه، انتوا شلتوا ليه الميكروفونات اللي احنا حاطينها عندكم؟ انتوا هتعملوا حاجه غلط ولا حاجه؟ قال لهم لا والله. قال لهم طب ممكن ترجعوا الميكروفونات؟ قال لهم طب حاضر ممكن نرجع الميكروفونات. ورجعوا الميكروفونات والله ما دعابه، والله ما دعابه، ورجعوا الميكروفونات في المقر تاني بمعرفة الأمن الدولة، ها ورجع الميكروفونات تاني والحياة كانت ماشية بيس يعني بين الطرفين فيش أي حاجة، ورجع الميكروفونات تاني، رجعوا تاني، أيوة رجعوا تاني عادي. طيب أنت بتراقب كل ده وعندك تسجيلات لكل حاجة، كل حاجة لا قدرت تطلع. أنا مش هقولك أنك ما طلعتش لمرسى الله يرحمه ولا القادات اللي أنت حابسها دي حاجة مخلة ولا شيء بتاع للشرف ولا قضية رشوة ولا قضية بتاع ولا أي حاجة في أي حاجة بعد مرور 7 سنوات على الانقلاب، ها؟ وما تطلعتش أي حاجة. أنا أقول لك الضباط بتوعك معكش دليل واحد؟ دليل واحد وتقول قلبي مطمئن؟ الأحكام الجائرة دي واللي بيحصل ده بحاجتين يا جماعة، تقارير كتبت من ضباط في المخابرات الحربية واعترافات تحت التعذيب، لكن المحكمة قالت قلبي مطمئن ومفيش إصابات ولا تعذيب ولا غيره، أنها قد ناظرت أجسادهم مناظرة جيدة ولم ترى فيها أي أثر لإصابات قد وقعت بها، كما أنهم لا يكتفي بذلك بل عرضتهم على أطباء متخصصين ذو خبرة، أطباء عسكريين برضو وكلهم قالوا أن هم تمام التمام. هؤلاء الضباط المعتقلين في السجن الحربي تم تعذيبهم على إيد العميد خالد أحمد سلطان، تم تعذيبهم على ايد العميد خالد احمد سلطان اللي تخرج من الدفعة 87 سلاح المدرعات. مين العميد ده؟ ده نجل اللواء اركان حرب احمد سلطان مدير سلاح المدرعات السابق. العميد خالد احمد سلطان يبقى مدير مكتب اللواء خالد مجاور لما كان قائد الجيش الثاني الميداني. خالد مجاور دلوقتي بقى مدير المخابرات الحربية. العميد خالد أحمد سلطان عمل في 2018 في حراسة قاعات الأفراح بتاعة الجيش في المعادي لا مؤاخذة، وكان مفروض هيتم
تحويله للتقاعد. لكن والده تدخل وخالد مجاور مدير مخابرات الحربية تدخل وتم تعيينه قائد عام للسجن العمومي للقوات المسلحة المصرية. ليه؟ عشان يبقى مدين لنا بالفضل والولاء، واللي نقول له عذبه عذبه، قلعه قلعه، كهربه كهربه، هدده بزوجته هدده، كل حاجة. وبحسب مصدر عسكري فقد استعان قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة هيكستب عميد خالد سلطان بقوات خاصة لمكافحة الشغب بعد حدوث الاشتباكات بين 26 ضابط بقضية 3 عسكرية من رتب مختلفة وبدأ إدارة السجن. احتجاجات الضباط المعتقلين ترجع أيضا إلى اعتراضهم على المعاملة السيئة بحقهم، حيث تم منع الزيارة عنهم مؤخرا ومنع إدخال الأطعمة والزيارات، فضلا عن منع إدخال البطاطين والملابس الثقيلة. سجن الهيكستب ده هنبقى نتناول ما يحدث بداخله من إجرام وتعذيب ووحشية بحق عشرات الضباط اللي بيتم تعذيبهم وسحلهم على إيد العميد خالد أحمد سلطان ومعاونيه. لكن نكمل تفاصيل ما يجري في أسرار القضية 3 عسكري. لكن خلونا نرجع نستعرض بعض أسماء الضباط اللي بنزعم ولا نزكى الله أحدا خيرة من أنجبت تلك البلاد، بعض الضباط المعتقلين بالسجن الحربي. مقدم مهندس محمد حسن عبد اللطيف عزمي، الدفعة 35 فنية عسكرية، الرقم القومي 275-112-16-17-02-059، الرقم العسكري 109-529، رقم الأقدمية 354-87 مكرر. القوات البرية، المنطقة المركزية، السلاح الحرب الإلكترونية، يجيد الإنجليزية تحدثا وكتاب، الوحدة قائد ورشة الصناعات العامة، الورشة المتوسطة حرب إلكترونية. مواليد 16 من ديسمبر 1975 بالمنوفية. بعثات خارجية، أمريكا، روسيا، الصين. تاريخ الاعتقال 28 من إبريل 2015، وهو الآن سجين بالسجن الحربي المصري. عقيد مهندس تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي، الرقم القومي 272-022-60-10-2714، الرقم العسكري 102577، رقم الأقدمية 32758، الدفعة 31 فنية عسكرية، القوات البرية، السلاح سلاح وذخيرة، يجيد الإنجليزية تحدثا وكتابا، المنطقة المركزية، الوحدة ورشة 60 دفاع جوي ملحق على شعبة ألف ذال دفاع جوي. مواليد 26 من فبراير 1972 حلوان القاهرة. تاريخ الاعتقال 27 من إبريل 2015. رائد محمد عبد الرؤوف محمود الروبي، مواليد 1 من يوليو 1981 العياط الجيزة، الرقم القومي 28070-1210-1311، الرقم العسكري 119336، دفعة 96 حربية، رقم الأقدمية 39365، القوات البرية، سلاح المدرعات المنطقة المركزية، الوحدة إدارة المدرعات فرقة أركان حرب دورة 64، يجيد الإنجليزية من أكفأ ضباط المدرعات والعمليات، عمل قائد مجموعة أمن وعمل رئيس عمليات كتيبة، حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية. تاريخ الاعتقال 12 من مايو 2015.
تم اعتقاله أثناء حصوله على دورة أركان الحرب بالقوات المسلحة. تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات. رائد محمد عبد العزيز سيد، مواليد 14 من نوفمبر 1983، تقسيم الكسان، أسيوط. الرقم القومي 28311091019992. الرقم العسكري 127116. رقم الأقدمية 40257. الدفعة 51 جامعية، القوات البرية، مشاة، المنطقة المركزية. الوحدة، رئيس شؤون دراسية، قائد جناح الفرقة الخاصة. مدرسة التربية الرياضية بالهايكستن. يجيد الإنجليزية. تاريخ الاعتقال 22 من إبريل 2015. مقدم مهندس هاني أحمد فؤاد سعد الدين فهمي، مواليد 8 من إبريل 1979، الزيتون، القاهرة. الرقم القومي 27040801020036. الرقم العسكري 114174. رقم الأقدمية 6950 مكرر. القوات البرية، دفاع جوي، المنطقة المركزية. الوحدة، ضابط مسح وتمييز، مركز 33 قيادة قوات الدفاع الجوي. البعثات الخارجية، أمريكا. يجيد الإنجليزية تحدثا وكتابة. تاريخ الاعتقال 2 من مايو 2015. أحد أكفأ ضباط الدفاع الجوي. حاصل على الماجستير في الهندسة، وحصل على العديد من الدورات التدريبية من الولايات المتحدة الأمريكية. حكم عليه بالسجن 10 سنوات. البعض هيتساءل طبعاً، عندنا الانفجرافات تانية هخليها، هتلاقوها موجودة في الفيديوهات على الصفحة بإذن الله. بعض بيتساءل إجرام السيسي وحشيته مع هؤلاء الضباط، إيه الهدف؟ ليه هيلفق لهؤلاء؟ مش بس قضية دي، 3-4 قواضي لقلب نظام الحكم. الهدف هو تخويف أي حد في الجيش. اضرب المربوط يخاف السايب. أي حد يعترض أو يفكر أو جنبه واحد بيفكر على سياسات السيسي في أي مشهد من مشاهد خيانته، هيبقى مصيره مثل هؤلاء الضباط. عشان تبقى فاهم يعني، تهم في في القضية 3 عسكرية. المدعي العام المكلف من السيسي قال لك دول بيستضيفوا صفوة حجازي في منازلهم. واحدة من التهم انهم استضافوا، كما سبق لهم استضافة الإخوان صفوت حجازي بمنزل الرائد محمد عبد الرؤوف محمد الروبي، والتي تحولت عقب ثورة 30 يونيو إلى القاعدة ذات طابع سياسي يغلب عليها الشكل التنظيمي. يعني كانت أعداد دينية، بقى صفوت حجازي بيعمل بعد 30 يونيو اللي كان مستخبي وطلع يهرب من المطار، كان بيعمل معهم اجتماعات مع الضباط دول بعد 30 يونيو. كما اطلع الرائد نبيل عمر بإعطاء كتاب الخصائص الفنية للأسلحة الصادر من الكلية الحربية للرائد المتقاعد لاستخدامه في تدريب العناصر الإخوانية على الأسلحة المستخدمة بالقوات المسلحة وتكثيف أمانة عالي. لا بلا بلا بلا. 26 ضابط في القضية دي تحديدا بتهم في شنك وتهم خزعبلية، وجبت لك بنص المحكمة مفيش واحد أهم، مفيش واحد. كل دول عاملين لهم انفوجرافات، لأن كل واحد منهم قصة بني آدم وعيلة وبشر ودمار، قصة مكتملة الأركان تكسر أي قصة سينما. والله العظيم مفيش أدلة، جبتلك مفيش من أوراق المحاكمة نفسيه اللي بنتحدى أي حد إنه يكذبها، إن مفيش دليل واحد ولا اسطوانة ولا تسجيل ولا فلوس ولا أي حاجة مظبوطة خالص.
من هؤلاء الضابط احمد عبد الغني جبر اللي بقول لك عليه، الرائد احمد عبد الغني جبر، واحد من طاقم حراسة السيسي لما كان وزير دفاع قبل انقلاب، معتقل حاليا في السجن الحربي على ذمة القضية زي ما حكموا عليه بالسجن بتهمة خيانة البلد وقلب نظام الحكم. وده ما كانش اهو، ده احمد اغباني جبر بيعمل غير حب البلد، وازاي ندفع عنها ونموت بشرف في سبيل البلد. ربنا يقف معاك يا نقيب احمد جابر الحرية، النقيب احمد جابر فطاقم حراسة السيسي. طلع كان في اخوان من زمان بس هو ما كانوش واخدين بالهم، زي ما السيسي كان اخوان كده ما كانوش واخدين بالهم. احمد جبر ده حصل على شهادات ودورات تدريبية في امريكا وعلى المركز الاول بين المتدربين العسكريين حول العالم، او اوائل احد اوائل دفعته في الكلية الحربية. مثلت مصر ضمن اوائل الفرقة العالمية بالولايات المتحدة الامريكية عام 2014، وهو اخوان ها بس عدى على الكل. المركز الاول حصل في الدورة دي اللي شارك فيها الفرقة العالمية بالولايات المتحدة عام 2014، حصل على المركز الاول. اتهم الرائد احمد جبر في القضية 3 عسكرية، ودي الشهادة اللي حصل عليها، دي شهادات احمد جبر الاخواني. احنا عايزين محاكمة عادلة مش احكام بدون اي دليل. خريج 2007 مدفعية، ثورة قامت والجيش نزل الشوارع هو منهم عشان حماية الناس والمنشآت، كان مسؤول عن تأمين اجزاء من مدينة اكتوبر ومنها اسم تاني اكتوبر، وشفته بعيني وهو بيدافع الاسم هو والعساكر من اللي كانوا بيهجموا على الاقسام من المجرمين والهاربين اللي بيحاولوا يهربوا اللي جوه الاسم، وكنت ساعتها بوصل له اكل ليه وللعساكر وبطمن عليه. شارك في انقاذ هايبر 1 هو وعساكره في الهجوم اللي تم عليه، والهايبر نزل نص صفحه في الجرايد شكر القوات اللي شاركت في تامينه وكان هو واحد منهم. الرائد احمد عبد الغني جبر المعتقل اثناء ثوره يناير كان واحده من مهمات المكلف بها حمايه اسم شرطه وامن الدوله اسم شرطه اكتوبر ومقر امن الدوله باكتوبر وممتلكات خاصه وعامه، وادي الشكر اللي نزلته هايبر 1 اللي بيشكروه فيها. نتيجة ملفه الرائع السيسي اختاره، وانت فاهم بقى عميل صهيوني لما يختار واحد، حارس في 2012 لكن اعتقله في 2015. نقيب احمد عبد الغني جبر، الرقم القومي 28508004001044452، الرقم العسكري 129549، رقم الأقدمية 417877، دفعة 100 حربية. القوات البرية مدفعية المنطقة المركزية، الوحدة قيادة لواء 63 مدفعية وسط رئاسة عامة وملحق دارس قائد كتيبة معهد المدفعية. تاريخ الاعتقال 23 من إبريل 2015. البعثات الخارجية أمريكا، مواليد 4 من أغسطس 1985، شبرا الساحل القاهرة، يجيد الإنجليزية تحدثا وكتابة، من أكفأ ضباط الشرطة العسكرية والحراسات الخاصة، عمل ضمن طاقم الحراسة اللصيقة للسيسي أثناء توليه حقيبة وزارة الدفاع، حصل على المركز الأول في الولايات المتحدة الأمريكية في دورة الشرطة العسكرية ومقاومة الإرهاب الدولي، كما عمل مدرب حراسات دولي لضباط أفارقة ومصريين، حكم عليه بالسجن المؤبد. من بين الضباط المعتقلين الرائد محمد حامد حمزه، واللي مشهور في القوات المسلحه بانه كان نبغه دفعه 97 حربيه، النبغه بتاعهم، كان ضابط عمليات في سيناء ويكافح الارهاب. ليشهد الله على من ظلمنا وعنا من اداء واجبنا تجاه جيشنا وبلادنا، الحمد لله على كل حال. ده أحمد محمد حامد حمزة، رائد محمد حامد حمزة. هؤلاء الضباط اللي ربنا أراد ولا رد لقضائه أنه
تختارهم العصابة ليضربوا بيهم مثال الخوف والرعب للباقي عشان كله يصف ورا السيسي. الرائد محمد حامد حمزة في سطور. رائد محمد حامد محمد حمزة، الرقم القومي 2830-9 8 2 1 0 1 3 7 4، الرقم العسكري 1 2 1 6 7 0، دفعة 97 حربية، رقم الأقدمية 39979، القوات البرية، المشاة، الجيش الثاني الميداني، الوحدة، أركان حرب عمليات فرقة 7 مشاه ميكانيكا، مواليد 28 سبتمبر 1983، البدرشين الجيزة، تاريخ الاعتقال 23 إبريل 2015، يجيد اللغة الإنجليزية، واحدا من أكفأ ضباط عمليات المشاه، عمل ضمن ضباط عمليات الكتيبة 101 في سيناء، حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد. أيضا من هؤلاء الرائد عبد القادر عبد الفتاح الجبري، اللي اسمه ذكر في القضية على أنه يتواصل مع قيادات الإخوان، وربك شاهد أنه بريء من التهمة براءة الذئب من دم ابن يعقوب. رائد عبد القادر عبد الفتاح الجبري، الرقم القومي 28 0508 210 1175، الرقم العسكري 1 2 1 7 5 2، يعد من أكفأ ضباط المشاه، حصل على دورات الرماية الدولية، عمل مدرس الرماية في الكلية الحربية، تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات. أختم معاكم الجزء الثاني من الضباط المعتقلين في السجن الحربي بالعقيد أحمد قنصوه، الذي اعتقل لأنه ترشح للانتخابات، افتكر أن الحكاية عادية وترشح للانتخابات، مش ترشح، كان عايز، كان عنده حلم أنه يترشح للانتخابات ضد السيسي، فكان مصيره المعتقل. عقيد دكتور مهندس أحمد عبد الغفار قنصوه، الرقم القومي 27602201-04473، الرقم العسكري 109372، رقم الأقدمية 34953، دفعة 35 فنية عسكرية، القوات البرية، المنطقة المركزية، من سلاح المهندسين العسكريين، الوحدة، مكتب استشاري الهيئة الهندسية، البعثات الخارجية، دكتوراه من أمريكا، يجيد الإنجليزية بطلاقة. مواليد 20 فبراير 1976، القاهرة. عمل والد قنصوه ضابط مهندس احتياط بحرب أكتوبر 1973، كما حصل على نوط الواجب والشجاعة العسكرية. حصل قنصوه على الدكتوراه في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على العديد من الدورات التخصصية داخل مصر وخارجها. عمل استشارياً في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم اعتقاله بسبب إعلانه عن نيته للترشح لرئاسة مصر في 2017. حكم عليه بالسجن 6 سنوات في القضية رقم 4/2017. يتعرض الآن للتعذيب، وتم التضييق عليه في محبسه. أهملت قضيته تماماً وصدر أمراً عسكرياً بعدم النظر فيها. ملازم أول أحمد عاطف أحمد، الرقم القومي 29009091-06411، الرقم العسكري 145-1169، دفعة 145 احتياط، رقم الأقدمية 1169،
القوات البرية، سلاح المهندسين العسكريين، المنطقة المركزية، الوحدة، فوج حراسة الإنتاج الحربي. تاريخ الميلاد 9 سبتمبر 1990، السيدة زينب، القاهرة. يجيد اللغة الإنجليزية. ضابط مهندس احتياطي عمل في مصانع الإنتاج الحربي، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 181/2015. عميد طبيب ياسين عبد الحميد محمد، الرقم القومي 264-1181-7005. الرقم العسكري 98738. رقم الأقدمية 1651 مكرر. السلاح خدمات طبية. الجيش المنطقة المركزية. مواليد 18 يناير 1964، سبك الأحد، أشمون، منوفية. البعثات اليابان، أمريكا، النمسا. أستاذ جراحة القلب والصدر بالقوات المسلحة المصرية. الطبيب الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا الحاصل على دراسات عليا في زراعة الرئة باليابان. شغل منصب قائد مستشفى المنصورة العسكرية، تم اتهامه بالتخطيط لقلب نظام الحكم وقيادة تنظيم سري من ضباط القوات المسلحة. معتقل منذ 23 إبريل 2015. تم الحكم عليه بالسجن المؤبد. رائد محمود شوقي محمد عبد الرحمن، الرقم القومي 28-00-9241-200-771. الرقم العسكري 114-931، دفعة 94 حربية. رقم الأقدمية 38125. القوات البرية، المدفعية، الجيش الثاني الميداني، الوحدة، قائد كتيبة 111 مدفعية، لواء 41 مدفعية، فرقة 16 مشاه ميكانيكا. مواليد 24 سبتمبر 1980 بالمنصورة. من أكفأ ضباط المدفعية في القوات المسلحة. أتم قيادة كتيبة مدفعية بنجاح وشارك في العديد من المهام القتالية والتدريبية. كان له دور في تأمين بعض المناطق الحيوية إبان ثورة يناير 2011. تاريخ الاعتقال 30 إبريل 2015. حكم عليه بالسجن 10 سنوات.